السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم بغينا نهضروا على واحد الموضوع اللي نتمنى يكون في المستوى ونتمنى نفيدكم فيه، هو كيفاش نحافظوا على التليفون ديالنا يبقى معنا فتره طويله وبلا ما يتضرر بزاف، يعني يبقى نقي من جميع النواحي، سواء من سواء لا فيشور، سواء الظهر ديالو، سواء الجناب، سواء البطونات، سواء الباتري، السوفتوير، الرامات، البروسيسور، المهم التليفون بشكل خاص. بزاف منا كيرتكبوا اخطاء اللي كيسببوا في التلف ديال الهاتف، سواء سواء البطاريه ديالو، سواء اي جزء من الهاتف. اليوم في هذا الفيديو غادي نجمع لكم كاع هاد الحوايج اللي كيسببوا في التلف ديال التليفون، وغادي نعطيكم كيفاش تجنبوهم ان شاء الله، وكيفاش يبقى معكم لفتره طويله نقي، وفاش تبغيو تبيعوه ولا تبغيو ديروا ريبليز بتليفون جديد ما يكونش واكل الدق مزيان ويجيب لكم الثمن. وكما كتعرفوا اي واحد فينا بغى يشري تليفون مستعمل اوكازيون كيقلب على تليفون نقي، وفاش كيلقى تليفون نقي من طبيعه الحال كيزيد الفلوس كيشري التليفون، يعني كيقول لك راه كيستحق تليفون نقي، راه كيستحق الثمن ديالو. وهذه حاجه اللي تخليكم تحافظوا على التليفونات ديالكم. طبيعي الحال كاملين كنبغيو نشريو تليفون تنحطوا لي يعني مبلغ ديال المال واللي ماشي سهل، فيها مشكل ننظموا شويه ونتبعوا بعض النصائح وبعض الحويجات اللي يبقى معنا التليفون، سواء التليفون سواء اي جهاز. المهم حنا كنهضروا على التليفون اللي يبقى معنا لفتره طويله ويبقى نقي، يبقى مزيان، اللي يمكن لينا نبيعوه من بعد بثمن بلا ما ينقص فيه بزاف. يلا بلا ما نطول عليكم المقدمه، ودعمونا باللايك الزوين ديالكم كما العاده، ولا مازال ما مشتركين اشتركوا دابا وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. ويلا نبداو. اول حاجه اللي كاملين كنعرفوها ولكن بزاف منا ما كيديروهاش هي البوشيت ولا الكوفر. ضروري ملي تشريو تليفون شريو ليه بوشيت، ولا من الاحسن شريو ليه جوج ديال البوشيت. علاش قلت لكم جوج؟ حيت بزاف منا كيشري تليفون وكيركب ليه الكوفر ولا البوشيت، كيدوز به شهر ولا شهرين وكيطلع ليه في الراس يعني داك الموديل، او كيجي التليفون شويه في شكل، وملي تيحيد البوشيت اللي داير التليفون كيجي التليفون هكاك بلا بوشيت، زوين وخفيف وصغيور، شي حاجه كتحس بها في يديك زوينه وصافي. كيبقى يقول بلاتي دابا من بعد نشري بوشيت اخرى، تيميك عليه شويه تينسى ما يبقاش يشري ليه بوشيت. داكشي علاش من الاحسن يكون عندكم جوج ولا ثلاثه على حسب الميزانيه ديالكم، مره مره تبدلوها باش التليفون يتغير عندكم وفي نفس الوقت تبقاو محتفظين عليه. حاجه اخرى مهمه بزاف، ما تبقاوش ديروا لا كارت سيم ولا كارت ميموار ولا هذاك المسمار باش كتفتحوا بلاصه لا كارت سيم ولا اي حاجه اخرى بين التليفون والبوشيت، واخا حتى الفلوس حيت كيكرجوا التليفون بلا ما تردوا البال. ومره مره بقاو حيدوا البوشيت ومسحوه مزيان، ومسحوا حتى التليفون في الظهر ديالو والبلايص اللي فيهم الغبره والتراب، مسحوه مزيان باش ما يبقاش داك الاحتكاك بين البوشيت والتليفون والغبره ويكرج التليفون، وهكا نحافظوا على الظهر ديال التليفون يبقى نقي. وندوزوا للقدام ديال التليفون اللي ضروري تركبوا ليه لاكاسابل ولا انكاسابل ولا حتى تقولوا لها نتوما، وتكون حاجه مزيانه اللي تكالي على لا فيشور في حال طاح لكم التليفون، وتا هي ملي تشقق ولا تهرس ضروري تبدلوها بوحده اخرى. ومن الافضل ما ديروش حتى حاجه في البلاصه اللي كتحطوا فيها في التليفون، في الجيب ديالكم ولا في الساك ديالكم، بحال السوارت ولا الصرف ولا شي حاجه اللي تقدر انها تكرجوا ولا تتكاو عليه ويتهرس كاع على فيشور ولا. المهم هذا الشيء هذا حاولوا ما تحطوش مع التليفون، ديما التليفون حطوه معزول. وحاجه اخرى خاصها تكون في راسكم هي الازرار ولا البوطونات ديال اي جهاز، ماشي غير التليفون عندها عمر افتراضي، بمعنى اخر عندها اجال تساليه وتموت، بحال البوله ديال الضو كتكون فيها مثلا عام ولا كتطفى وتشعل 1000 مره، كيكونوا كاتبينها فيها وصافي ما كتبقاش تخدم، كتقول لك كتقولوا تصوتات هي راه العمر ديالها تسالات. ونفس الشيء كيطبق حتى على الازرار ديال التليفون، عندهم واحد العدد محدد كيكملوه كيموتوا كيعياو، وكتضطروا انكم تمشيو ديوه للمعلم يبدلهم. المهم اشنا هو الحل ديال هذه القضيه؟ الحل هنا هو تحاولوا تستعملوا السوفتوير، يعني تزيدوا وتنقصوا الصوت ولا تطفيوا التليفون غير من الاندرويد. كاينين بعض التليفونات كيدعموا هذه الخاصيه هذه، واللي تليفونات هما كيدعموش هذه الخاصيه. كاينين بزاف ديال التطبيقات سواء في متجر جوجل بلاي سواء في اب ستور اللي كيدعموا هذه الخدمه هذه ولا هذه الخاصيه هذه، يمكن لكم تيلشارجيوهم وتانصاليهم على التليفون وتبقاو تستعملوه. وهادو اهم الخطوات اللي خصنا نديروهم باش نحافظوا على التليفون من الظهر ديالو، من الجناب، من برا، المهم من الشكل ديالو الخارجي يبقى نقي. ولكن كاينين حوايج اخرين اللي خصنا نديروهم باش التليفون يبقى الاداء ديالو مزيان، يبقى نحافظوا على الاداء ديال التليفون. كما كتعرفوا كدوزوا بالتليفون واحد الفتره تيبدا تينقص الاداء ديالو، يعني كيبدا تيتقال تيبقى كيلاقي، وهذا الشيء هذا راه غير بسبب التصرفات ديالنا حنا. وكاينين طرق اللي يمكن لينا نتبعوهم، وكاينين تعليمات اللي يمكن لينا نتبعوهم وما غاديش نوقعوا في هذا المشكل، ويبقى التليفون يعني تبقى الرامات خدامه بشكل مزيان، ويبقى البروسيسور خدام بشكل مزيان، ويبقى الباتري خدام بشكل مزيان لمده طويله.
اول حاجه بلا ما نوصيكم تردوا البال من الماء والرمله. بالنسبه اللي عندهم تليفونات ما فيهمش مقاومه ديال الماء والغبار واللي تليفوناتهم كيدعموا هذه الخاصيه، خاصكم تعرفوا كيفاش تستعملوها والشروط ديالها باش ما توقعوش في المشكل. كل تليفون كيكون محدد ليه المده اللي غيبقى في الماء والعمق اللي يقدر يتحمل، اكثر من داكشي اللي محدد ليه غادي يخسر. وكيفاش نحافظوا على الرامات والبروسيسور؟ المهم كيفاش نحافظوا على الاداء ديال التليفون بصفه عامه. اول حاجه ما تيليشارجيوش ولا تخدموا التطبيقات والالعاب، خصوصا الالعاب اللي ثقيله وما كيقدرش عليها التليفون ديالكم، وراه اي لعبه ولا تطبيق اللي كبير كيكون محدد فيه المواصفات اللي تقدر تخدمه بلا مشاكل، وديما حاولوا تقراو هذه المعلومات هذه. واي تطبيق ما خدامينش به وما كتحتاجوهش في التليفون ديروا ليه ديزانستالي، ما تخليوش عندكم في التليفون. وبالنسبه للتطبيقات اللي كيجيو في التليفون اللي ما كيديزانستالاوش وما محتاجينش ليهم، دخلوا البارامتر ودخلوا الاب وديروا لهم ديزاكتيفي، وبلا ما تانستاليو حتى شي تطبيق ما محتاجينش ليه، بلا ما تيليشارجيوه كاع واخا عندكم مساحه كبيره في التليفون، حيت الاغلبيه ديال التطبيقات واخا ما خدامين بها كتكون فيها ملفات اللي كتخدم في الخفاء، ومطبيعه الحال كتاثر على الرامات وعلى البروسيسور وعلى الباتري. ومن اهم الحوايج اللي خاصكم تردوا ليها البال هي الابديت ولا الميزاجور. ملي كيجيكم الميزاجور للنظام خاصكم ديروا ليه الميزاجور ديالو، ما عندكمش الويفي سيروا القهوه سيروا بلاصه فيها الويفي وديروا ليه الميزاجور، حيت المطورين ديال التطبيقات ولا ديال النظام ديما كيحاولوا يصلحوا الاخطاء اللي كانت من قبل اللي كتاثر سلبي على الهاتف، ومطبيعه الحال كيصلحوها ومطبيعه الحال كتحصلوا حتى على خصائص جديده ملي كديروا الابديت. وماشي غير النظام، حتى التطبيقات اللي كتخدموا بهم في اي مره بان لكم باللي التطبيق عطاكم راه كاين الميزاجور ديالو ديروا ليه الميزاجور ديالو، وعلى الاقل مره في السيمانه بقاو طلوا شوفوا واش كاين الميزاجور ديال التطبيق ولا لا، ولا من الاحسن ديروا الميزاجور ديروا ليه يعني تلقائي اوتوماتيك ويبقى وقت ما كاين الميزاجور يتانصال تلقائيا بلا ما ياخذ الاذن ديالكم، وهذه حاجه اللي مزيانه. وندوزو دابا لاكثر حاجه اللي كتموت دغيا في الباتري، علاش؟ حيت حنا ما كنتعاملوش معها بطريقه صحيحه واللي بزاف منكم كيعاني منها، وهي الباتري. الحاله ديال البطاريه هي اول حاجه كيسول فيها اي واحد فينا بغى يشري تليفون مستعمل. باش تحافظوا على الباتري يبقى مزيان لمده طويله خاصكم تتابعوا التعليمات وما توقعوش في هذه الاغلاط. اول غلطه اللي كنديروها كاملين وحتى انا كنديرها هي تخليو التليفون او تخليو الباتري تيوصل ل 0%، يعني تيخوات تيوصل ل 0% ولا 5% ولا المهم قل من 10% عاد كنشارجيو، ومن الافضل نشارجيوه قبل ما يوصل ل 20%. ولا لاحظتوا كاينين بعض التليفونات حاليا او الاغلبيه ديال التليفونات حاليا غير ينزل الباتري لتحت ال 20% ويولي اللون ديال الباتري احمر ويطلع لكم اشعار يخبركم باللي الباتري محتاج يتشارجا، وهذه تاكد لينا باللي الباتري مزيان ليه انه تشارجا ملي يوصل 20% ولا يقرب ليها. وحاجه اخرى ما نشارجيوه حتى يوصل 100% ونخليوه مده طويله في الشارج هو مشارجي. واخا الشارجورات حاليا كيقطعوا الضوء على التليفون او لا كيتشارجا الباتري كيقطعوا ليه الضوء، ولكن كما كتعرفوا التليفون راه خدام، يعني راه تيوصل 100% تينزل 99% ولا 99.99% والشارجور كيعاود نيشان عاود ثاني يعطيه الضوء وكنقدروا نخرجوا على التليفون. ومن الاحسن غير يوصل ل 85% 90% 95% نحيدوه من الضوء ولا نحيدوه من الشارجور. غلط اخر كنديروه بعض المرات كتكون كتلعب ولا كتفرج والتليفون يقول لك طوطوط خاصني الشارج، كديرو في الشارج وكتبقى تلعب ولا تفرج فيه في نفس الوقت اللي هو كيتشارجا، وهذه اكثر حاجه اللي كتقتل الباتري دغيا. وبالتجربه وقعت ليا مع اللابتوب ديالي اللي قبل هذا بالزربه مشى ليا الباتري بسبب انني كنخدم فيه وكنكون دايرو تشارجا. من الاحسن خوات التليفون الشارج نحطوه يتشارجا ساعه ونص المهم يتشارجا ونهزو نكملو اش كنا كنديرو. وحاجه اخرى مهمه بزاف هي الشارجور، ما تشارجيوش التليفونات ديالكم بشارجور ماشي اصلي، حاولوا تحافظوا على الشارجور الاصلي اللي كيجي مع التليفون، وفحال خسر لكم ولا توضر المهم توجب عليكم تشريو شارجور اخر، قلبوا على شارجور يكون اصلي. ولا ما لقيتوش شارجور اصلي حيت صعيب شويه تلقاو اصلي، قلبوا تاخذوا الشارجور من شركه اللي معروفه ويكون بجوده اللي مزيانه، يعني يكون كاليتي ويكون بنفس الفولت والامبير اللي في التليفون. وكما راكم عارفين وكتشوفوا بزاف ديال الكوارث اللي وقعوا بسبب الشارجورات ماشي غير التليفونات، حرقوا منازل وتسببوا الناس في خسائر اللي فادحه وداكشي كامل بسبب انهم استعملوا شارجور اللي ماشي اصلي واللي شارجور يعني بجوده رديئه. وهذه حاجه اللي صعيبه بزاف تقرم على شارجور اللي داير 100 درهم ولا 70 درهم ولا 80 درهم وتصدق خاسر تليفون اللي شاري ب 5000 درهم ولا 4000 درهم ولا 3000 درهم ولا تقدر خاسر منزل بالكامل. الله يحفظنا ويحفظكم. نتمنى تستافدوا من هذا الفيديو اصدقائي، ما تنساوش تابعوني في الانستغرام، اللي عنده شي سؤال يصيفط ليا في الانستغرام راه تنجاوبكم، وخا تنتعطل شويه ولكن راه تنجاوبكم حيت كيجوني الميساجات بزاف
ومع الخدمه وراكم عارفين اللي كاين. المهم راه غنجاوبكم وهادشي اللي كاين. السلام عليكم.